السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على حبيب المصطفى. كي دايرين؟ شخباركم؟ مزيانين؟ صحه لاباس؟ هانين. المهم جينا اليوم دابا كنقلبوا على الفينكا ديال اران كانو باش نجي نقلبوا على الخدمه نشوفوا شنو كاين. ركبنا مسلطين مفطوب الصفر جوج حتى لهنايا بحالنا بحال كمون. ولا بغيت نشارك معكم التجربه هاد الفلوكاده. غادي نمشيو نقلبوا على الخدمه. اي بخا مساكي خوان السيتو كي سليا ما خوان غوارديان بارا بوسكا مو ترابخو الا فينكا دي اران كان اورا بامو بريغونتا دون ديستا لا فينكا بارا ايكو فورماسيون يو سبيدين تو دا اسم القصص تيني موسكي مرار لوها ورا اسم هاكي ميرا اباخو استا اباخو استا لا كارسي اي اي اورا بامو برا بريغونتا مو صاخي انت. دابا غادي نمشي نسولو فين. المهم حنا ما عارفين حتى حاجه غير قالوا لنا كاين فهاد الجهه. حنا جايين نسولو. هاد الفيديو درته بالنسبه للناس اللي بغاو تسجلو تما في الفيرما حيت قالك هاد السيد هذا قالك كيتعامل مع ناس بزاف سواء اللي عندهم الوراق او اللي ما عندهمش وراق هما يجيو لهنايا. حنا جايين دابا نسولو في الله ها اكي اكي ساكو اه لا واوا اه 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 grande este sitio se llama Juan Grande e ai pô com da gente ndir atak Mohamed dabba hna ghadi fi atriq hadi rjana fash tadal fash tadal atobus hatan atobus lhiya shtou ودابا جينا لهنايا دابا البلاصه سميتها خوان غوارديان قلتها لكم خوان غوارديان. دابا حنا غادي نمشيو نرجعو للطريق هادي اللي قالنا واحد السيد ما غادي نشوف في الضلا واش واش العنوان عطانا صحيح او لا ولا والو. المهم اليوم التجربه شنو قلتي لي اختي؟ هاد البلاصه بعيده بزاف بحال بالنسبه لي ساكن في سيناريو زوينه ليك اخي انت كي بيبي ان في سيناريو فترة بخرا كي ما بوينو ما فاسيل دير اخي انت كي مويلي خو مي خو كي يوصل كي راهو كوساكي ما سيركا ياكي حسن كريم. انا شوف هاد المساحة كاملة اللي دير الطاقة الشمسية شوفو دير الطاقة الشمسية شوفو شوفو غير الخير والقفار. المهم شوف مشيت المهم الخدمة الخدمة صافي الخدمة والغربة ضروري بالسيف عليك واخا ما يبقى فيك حتى شي عظم صحيح تقعدي شتي ها سميريا تما خوا اه غراندي ماشي غورديا خوا غراندي غراندي اه شتا ولا بيكينيو داك محمد ما كان غراندي ولا بيكينيو. شوفوا واحد الفينكا هي قدامنا هنا نمشي نسولوها اما غجاوبنا اما غادي يجري عليها الكلاب. هلا وي شوفوا اما غير لقاو شي حد اللي غيجاوبنا هنا اما يجريو عليها الكلاب. سولنا هاد الناس اللي هنايا عاوتاني ردونا لهاد الجهه جيما غادي نمشي نهار كامل حنا كنسولو هنا ونسولو هنا ونسولو هنا تلقاوها على الله بدل هاد الجهه. ايرون يطير سائرون يسير حنا غادي كنشوفو شنو كاين باش نشوفو الناس اللي في الغربه راه كيتشوفو ديال مهم ماشي كيلقاوها سهله.
شوف انا شنو داير راسي. ها باش الشمس حاره 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 حاره. دابا حنا يا اليوم ربحنا ذبحه، حنا غنهاجمين على الدار وكنسولو في يد الله. حنا غادي نسولو نشوفو شنو كاين، شي نسولو انا عاوتاني ندقو عليهم نشوفو شنو كاين. حيت اصلا شوفي هادشي الكريسية معروفة الكريسية، ما لقينا والو حتى لعبة والو. راجعين نشوفو ماما ماما راني غادي هاصك تختفي وغادي نقلب. ايوا حتى حنا دابا اليوم هزين السكان، ولكن المشكل ان السكان خاوية ما عندنا فيهم لا قاعة ولا ماكلة ولا والو. دابا في الظلام كنخلفو غادي نشوفو شنو كاين. كيقولك راه الغربة سهلة كلشي فيها موجود. هادي تشوفوها هذا الشاشة تكمل الفيديو اليوم باش تشوفو شنو كاين. كاين اللي ماشي كنحط من المعنويات، وانما كاين اللي سهل عليهم ربي. لقاوها ان شاء الله مقاده قدامهم، سبحان اللي خلق وقدر وسخر. المهم كنقول لكم معاناه لبعض الناس اللي ما عندهمش الزهر بحال المره واحد النموذج في الناس اللي كدوز عليهم الدكدكه بحالنا حنا نيت. الحمد لله. فين غادي دابا نعيمه؟ فين غادي نعيمه؟ قولي لي اختي باش كتشعري دابا انتي ربي باش كتشعري؟ ما كنصوركش غير قولي هضر صافي ما كنصوركش انتي غير الصوت ديالك باش كتشعري. وحنا كنقلبو على خدمة ما عارفينش فين غاديين وفين راجعين وفين تستقر بحال كتشعري؟ والله دابا غادي بنادم اش نقول لك في يد الله. شوفوها بحال ديك بحال غادي نفقوس بحال ديك ميزان الحرارة، مرة كيطلع مرة كيهبط مرة كنصبرو راسنا مرة غاديين ما عارفينش فين وخايفين تغبشو شي بلاصه يجريو علينا الكلاب. محمد باش كتشعر؟ باش كتشعر؟ الراحه الله يزيد في الراحه. شوفها 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 واحد الفينكه قدامنا اللي هي هات ولكن ما عرفناش ديالاش. تسالكم شوف كنت باغي بلاستيك اصفر من الفوق وصافي. شوفوا 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 علاش ما لقاوش هاد الشنطة هادي عامة بالملايين؟ ها علاش ما لقاوش هادي عامة بالملايين؟ عباد الله عباد الله الحق راه الفقسة هادي عباد الله. قالوا لنا الناس هي هادي هاد الخلا هادي وصلنا ليها لقيناها مسدودة. وباءت وباءت خرجتنا المشية في الزيرو، النتيجة بالفشل. صافي دابا نمشيو لشي جهة أخرى نسولو نشوف شنو كاين. وصلنا لتاني لواحد البلاصة أخرى، واحد المدينة أخرى راه قرية أخرى ما عرف شنو. وصلنا ليها عاود نسولو تاني عاود نسولو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هيو الطريق مقطوعة، أنا شفت محمد كيتعلق في سلوم. كيفالكم؟ غادي واحد الواد غادي دار فيه السلوم. الحافظ الله الحافظ الله. اه زيد جلابة زيد جلابة الفوق زيد جلابة معكلاك. انا قادة قولي لي تقولي يلا قص قصرتي هاكا تسيب هاكا هوبا لا انا فتحت الطيح. المرحلة الأولى الثانية جلابة واش تلقاي في يدي المغامرون الأربعة. في سيناريو كان واحد السيد هذاك الله ينجينا من جيكم الحبس لهيه قدامه كان واحد البوبل واحد المنطقه صغيره واحد الدوار ولا ما عرفتش كيقولوا ليه بوبل مثل الدوار ولا منطقه صغيره على الحي. مشيت تما كنسولو ثاني واحد السيد مسكين قلت له فيه واحد عطني واحد الجغيبه ديال المعافاه قلت له شحفت بزاف مسكين جاب لي قرعه قلت له ما كبيره قال لي هاكي ليك والاصدقاء ديالك. ها حنا غادي دابا درنا واحد الجغيمه جغيمه ديال المازوط غاديين بحال بوش دور.
صراحة ما عرفتش حتى خاطر فين غتخرجنا ولا ما عرفتش حتى تخرجنا. المهم الحبسة على اليمين والمجهر قدام بحال كيقولوا، البحر أمامكم والعدو وراءكم فلا مفر. هاي الله حنا غاديين في يد الله وإن شاء الله ما يخيبناش الله. الحمد لله الخدمات الحلال حلال رسول الله. نعم اليوم بوحدو ها غادي نكلهتو كنتو. هاد البلاصة خوتي ما عرفناش سميتها ولا ما عرفنا سميتها، اللي لقينا كيقولنا سير فهاديك الجهة وكنمشي فهاديك الجهة، اللي لقينا كنمشي فهاديك الجهة كيقولنا فهاديك الجهة. سمعتو ها انتوما خوتي الطريق ديالنا كلها فيها الشوك وفيها الحجر وفيها الجاج مهرس، ماشي غير دابا حياتنا كلها طريق هكداك الصراحة. يا ربي حبيبي لقاها سهلة ومهلة وموجودة ليه، الحمد لله يشكرو، الحمد لله يشكرو، الحمد لله يشكرو، والله العظيم الحمد لله يشكرو. المرأة اللي نعسة في الدار وراجلها كيخدم عليها ويجيبها الخبزة عندها تحمد الله وتشكرو، ماشي اللي خدامين مساكن راه خارجين كيقولو سعداتهم هاديك راه كتخدم على راسها راه كدبر على راسها، راه ماشي سهلة اختي. نعسي وشبعي على راسها كنعس ونوض نقول الحمد لله وشكرو لله. ايه والله ولي التحية لأي مرأة محاربة اللي كتحارب على الزمان ديالها، تحية ليها والله العظيم، تحية ليها تحية ليها تحية ليها. تحية ليك اختي نعيمة اختنا ديالها، وتحية لي انا نعيمة ومحمد خويا الصراحة كاملين. لا تحية ليا كاملين والله العظيم، تحية لأي مهاجر وأي مهم أي عربي على وجه الأرض وأي شخص على وجه الكون بصفة عامة. ها انتوما شوف ها ويلي ويلي شحال فلوس مشتتين، شوفوا 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 شوف. الناس اللي كيلقاو فلوس مشتتين في اسبانيا يوريني فين كاينين مشتتين. ها طيب دابا شحال من ساعة، حنا ساعتين حنا كندورو، شوف ما كاين حتى حاجة. واقيلا اختي نعيمة لقات الفلوس يمكن كنجمع الفلوس. صافي حنا وصلنا هاد البلاصة هادي هنا، قالولنا كاين هنايا عاوتاني الفينكا اللي كنقلبو عليها والله أعلم، حيت كنتبعو شي حاجة وكيقولولنا قالولك هنايا كاينة. غادي نمشي نشوف شنو كاين. بحال العنب وصغيهم بالضبط. أرندانو أخيرا وصلنا، هي ديال الفينكا هي دي أخيرا. دابا هنايا المهم باش نقدر نصور لكم من الداخل، خاش ما عرفتش ممنوع واش مسموح ولا ممنوع، اللهم المهم وصلنا الفينكا هي هادي الدخلة هي اللي فيها الركايز الكبار في الخضر الصفر. واخيرا لقينا الفينكا اللي هي اللي قلت لكم قلت لقنا ليها هي هذه، لقينا مسؤول والصراحه استقبلنا مزيان لان قلنا لو حنا ساعتين حنا كنضرب في الشمس واستقبلنا مسكين، عطانا المعلومات وقالنا شنو دابا ما كاينش خدمه حاليا، لك عطانا الايميل ديالو وقالنا شنو غتجيبوه شنو غتجيبوه. قلت لكم مرحبا اللي باغي يتقيد، مرحبا باغي يتقيد، انا كاين باغي يتقيد مرحبا. هاد الديريكسيون ديالي هاد الديريكسيون كوريو الكترونيك عفوا لادريس ايماي والمعلومات اللي قالك قالك النيميرو ديال الدي ان اي والسيغورو رقم الكونت البنك مو داكشي الاخر اللي قال لي. نوصل للدار وغادي نكتبو لكم، غادي نوري المعلومات اللي طلبوا لينا نوريها لكم، واللي بغى الايماي ديالهم يدخل عليه تكتب لي تعليق ونعطيه الايماي باش نوريكم شنو كاين بهذا. شوفوا هاد الجوده، شوفوا الخوت راه مغاديين ومن بعد مساكن عتقنا بالماء، عطانا الماء صراحه شربناه حنا محركين. هذاك الشحمه اللي تزادت فيا خرجت فيا اليوم بطل بالعرض حتى انا خرجت هذا ذوبت وقيل يمكن الله اعلم كنت ذوبت واحد نص كيلو فيها اليوم. الله العظيم دابا ساعتين حنا غير في كندورو. يلا بهذا كملت معكم الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون لي العبره والتجربه، ونتمنى الناس اللي شافوني يشجعوني ودعموني لي بلايك وفي تعليق، ما يعطوني شي تعليق اللي غادي تحطم لي المعنويات، راه محطم لي المعنويات حاليا، ماشي زعما محطم لي المعنويات بالتعليق لا، كتشجع وتحفز باش الانسان يزيد يقلب
ويوريكم شنو كاين، يعني كنعيش معكم وكنتعايش معكم في اللي كاين، في اللي كان بلا زواق بلا خضره بلا صبا. يلا السلام عليكم الى الملتقى ان شاء الله. وحدكم.